السلام عليكم. سوق غوري معون اليسار طريق تمشاشات، حنا غادي نرجعو لغوري. وهذا السوق على اليمين. هادو صحاب الاغراض تيكونوا هنا على اليسار قدام الباب الرئيسي. كاين القصبة على اليسار وكاين المقبرة على اليمين. هاد الطريق على اليمين كتدي لأداروش، كتخرج في أداروش. هنا السونتر.
كاين الجزارة. كاين الجزارة، كاين الشواية، كاين كلشي هنا. هادي على اليمين طريق الحاجب، كدوز على عين معروف، هو شارع محمد الخامس صندم. هذه طريق مكناس، مالين نتوما على اليسار يجمعوا التومة، دايرة 20 درهم. بصلا التومة جديدة ولكن محيدين لها الوراق، هي بقى ما يبساش مزيان، يعني ما ناشفاش. بصلا خضارية، ما نشوفوهم دابا هادو. مالين نتوما، مالين نتوما، غادي نشوفوهم هنايا، ها هما على اليمين وعلى اليسار، تيعمرو في الخناشي. دوك الخناشي حمر، تينقيوها تيديروها في الخناشي. راه صورتها لكم في الفيديو تاع اكوراي، ها هما هنا على اليمين وعلى اليسار. راه الرزمة ديال نتوما،
ثم عاود هنا على اليمين هاتي يبسوها منقينها وحاطينها مفرشي لها واحد الباش وتيبسوها فراشات كتار على هاد الجنب على اليمين تبارك الله فراشات هاد العام الحمد لله على هاد السنة الحمد لله حاجب لا ترجع العين معروف وعلى اليسار سبت حجوح راجو جري كتمشي حتى حديت ميمون كتخرج حتى للخميسات عليكم السلام عليكم.